مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدم لكم منتوج جديد في هونور ديس لايت، هونور 10 لايت. كيما تشوفوا المنتوج وراحنا ما نبيعوش في الشركه نتاعنا، جوست هذا تليفون تاع صاحبي يعيش في الاوروب باش نعمل عليه فيديو. كما تشوفوا 6 بوص ليكرون اتش دي كما تشوفوا. وندخلوا على البارامتر، نحلوا عليه الكتاب اش قال الراجل، نلقاو اندرويد 9.01، اندرويد 9 فيرسيون، اندرويد 9 هذاك النيميرو سيري نتاعو. بالنسبه للرام 3 جيجا دو رام، 3 جيجاوات. بالنسبه للستوكاج انترن 64 جيجا. ريزوليوشن ديكرون 2340 في 1080. شوف هبط في نوفمبر 2018 التليفون هذا. ندخلوا على شوفوا الاندرويد 9 كيفاش، اندرويد 8 نطلعوا نابطوا هكا، 9 على اليمين وعلى اليسار. نحلوا الكاليتي ديماج نتاعو كما قلنا، يطلب مني شوفوا كاليتي ديماج عالمي. فيه زوز كاميرات من التالي، واحدة 13 من الفوق والثانية فيها 2، يعني 15 ميجا بيكسل بالفلاش. وعنا البصمة كالعادة في الوسط، عندك تشد في اليد هكا. شو كي نزلت على البصمة صور وحده، انت تحط يدك على البصمة يصور واحد وتسمع فيه كيف يصور. شوفوا الصور شاش يصور واحد تنفسخوهم. وعنا الكاليتي ديماج من القدام اللي هي 24 ميجا بيكسل يا معلم. السيلفي متاعو عالمي كما تشوف، حتى السيلفي شلب منه. يقول لك اختار مثلا الصوره اللي اختيتها ريزوليسيون ميروار، قول له ديزاكتيفي، لازم يقول لك على اليمين ولا على اليسار. بالنسبه للباتري نتاعو 3400 مليون امبير، 3400 مليون امبير. هاتف خشين برشا روعة، ان شاء الله يعجبكم كيما عجبني انا. السلام عليكم.